زمان برتوي منها زي سارق بس بالاحلام بشوفها مر الحقيقه ضايق اتشمع علي حتى العربي متآمر روحي عكفي فيها ارض بقلب كنت مهاجر تاريخي مشرد تاريخي لاجئ تاريخي نازح تاريخي حالم تاريخي اسير ولا تاريخي استشهد تاريخي دموع لام طفله شهور بس مهدد مقاسي شعوب عنهم شلا الشعب ومن راى خطاب لقائد عن سلام يعني مجزره تأييد دولي للخطاب صارت مقبره حريتي عالهامش بتمناها مش عالهامش تنحط بامن بالعداله وفي شعوب معاي بامن بالسلام بالامل اللي جاي بامن بشعبي اللي طالب كانسان تقرير المصير ولتحرير وطن اسمه فلسطين منشي وحدي قريب بعيد عرضي مهما طال الوقت مش حنسى يوم حقي مش هاهدأ لغاية مرضي كلها ترجع كل اهل اللي عايشين برا بالمنفى حياتنا مثل الجمر بالكف لكني بحلم باليوم اللي يرجع فيه كل وطني هضلني واقف علشان مستقبل ابني هضلني واقف علشان وصية سيدي وستي حياة شعب ده المر والصعب 48 من يومها لليوم بس اللي بشوفه حرب اجى الوقت لتقرير المصير كلمة الشعب الموحد هي اللي بتحدد المصير شكرا لكل انسان جمنا بالعالم امل بوجوده بحقنا في هذا الوطن فلسطين لإلنا مهما زورت الحقيقة مهما عدت بينا وبينكم هون سنين طويلة فلسطين حرة فلسطين حرة مانيش لوحدي هنا ودواره جاي تسعة وعشرين احداش يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني قضية فلسطين لم ولن تموت